متى سيظهر الإمام عليه السلام؟ كان بعضهم يقول أن الإمام سيظهر في السنة الفلانية أو في السنة الكذائية، ويحاول أن يأتي بتوقيت معين، والحال أن الأخبار التي بين أيدينا من النصوص والروايات تؤكد على النهي عن التوقيت، بل بعضها يشير إلى حرمة التوقيت. عن الفضل بن شاذان عن الإمام الصادق عليه السلام يقول الإمام: يا محمد، يا محمد، لا تهابن أن تكذب من يوقت لأمرنا. انظر إلى هذه الرواية التي رواها الفضل بن شاذان عن الإمام الصادق عليه السلام، مو فقط أن تبتعد عن هذا التوقيت، بل يقول للإمام: عليك أن تجابه بجرأة، لا تهابن أن تكذب من يوقت لأمرنا. حينما ينهانا أئمتنا عليهم السلام عن شيء، لا بد وأن له حكمة، لا بد أن ندرك تماما أن التوقيت فيه سلبيات كثيرة. أولها أن توقيت الظهور، إذا أنا أعتقد بأن الإمام يظهر مثلا في هذا العام في 2016 وتحديدا في ليلة القدر مثلا، إذا أنا إنسان مذنب وإنسان عاصي أو متمرد وأعرف أن الإمام بيطلع في ذلك التاريخ، أي أمل سيكون عندي في رحمة الإمام وفي رحمة الله وفي التوبة وفي الرجوع إلى الله تبارك وتعالى؟ إذا وقتنا قتلنا الأمل في أنفسنا. حينما ينهانا أئمتنا عليهم السلام عن شيء، لا بد وأن له حكمة، لا بد أن ندرك تماما أن التوقيت فيه سلبيات كثيرة.